1-0 أضر الجمعية تتقدم على أباء وأولياء واحد صفر. معكم رضوان أنجروم رئيس جمعية العطاردية السلوية. هذه الجمعية اللي تخلقات في واحد الظرف وجيز اللي تقريبا واحد المدة ديال شهر ونص دابا باش تخلقات وقدرت تحقق واحد الإنجاز اللي هو تاريخي اللي على الصعيد الوطني ألا وهو واحد الخيرات 450 طفل بالمجان. يعني اكتفت انا بصفتي كرئيس الجمعيه ولا الاعضاء اللي معايا في المكتب او المؤطرين اللي معنا الحمد لله اللي كيضحيوا بالغالي والنفيس في سبيل الاطفال بالمجان بدون مقابل. ارتئينا باش ندير واحد المبادره اللي هي 100% الا وهي انخيرات واحد 450 طفل اللي الحمد لله وصلنا له بالمجان. اكتفينا بواحد البدله اللي هي عباره على قميص وشورت وجوارب 120 درهم باش اللبسه تكون موحده كما كتشوف وقدرنا الحمد لله نلبسوا 450 طفل ومن ضمنهم واحد 40 حارس مرمى. خلقنا واحد الاكاديمي ديال حراس المرمى في مدينه سلا اللي كيشرف عليها السي امين الشقيري هو مدير الاكاديمي والحمد لله. هذا الشيء الحمد لله ما جاش بمجهودات بوحدنا، كاين الناس اللي قدروا يوفروا لنا جميع الظروف اللي ما فيهم بما فيهم الناس ديال السلطه المحليه وعلى راسهم السيد رئيس مجلس مقاطعه تابريكت والنائب الاول ديالو السي حميد مختاري. الحمد لله الجمعيه قدرت توفر واحد الفضاء اللي هو ملعب حصص تدريبيه وبمؤطره وتنظيميه لحصص تنظيميه اسبوعيه لجميع الاطفال كما كتشوف دابا الحمد لله في هذا الصباح هذا اللي استفاد عدد المستفيدين من هذه الحصه من الساعه 8 ديال الصباح حتى الساعه ديال الجوج 450 طفل واستضفنا فريق جمعيه الرجاء القنيطري واستضفنا فريق جمعيه ديال الاهلي تيفلت. الحمد لله جميع الفئات هذو كلهم نشطوا في مدينه سلا وبالمجهودات ديال الناس اللي كيدعمونا ماديا ومعنويا والحمد لله حنا كنكنوا لهم جميع الاحترام والحمد لله جمعيه العطاردية السلويه غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله في هذه السنه هذه. وعندنا كناكدوا لكم بان جمعيه العطاردية السلويه ديالها اكدت الحضور ديالها ان شاء الله في العصبه الجهويه اللي كيتراسها السي حكيم دومو تحت لواء الجامعه المغربيه لكره القدم. وعندنا شاركنا بواحد الفريق اللي هو من فئه الكبار النسوي اللي كيتراسها المدير التقني السي مصطفى السمكاني اللي خلقنا ان شاء الله السنه المقبله تاكيد الحضور ديالنا بفريق نسوي بفئه الكبار وبفئه الفتيان وفئه الشبان. والحمد لله غيكون تاكيد بواحد 140 طفل اللي هو ذكور و 140 طفل اللي هما اناث في العصبه الجهويه. وكنشكروا الصحافه اللي جات وكبت الحدث وشكرا لجميع الاباء والامهات اللي حضروا. وعندنا واحد الحدث اللي غيكون دابا النطاق الرياضي واحد الحدث اللي غيكون اول نسخه ديالو هو فوت فاميلي اللي غيلعبوا واحد الاباء الامهات في تيران في ملعب والاباء في ملعب باش نعطيو واحد التقريب ذوك الاباء والامهات اللي بعدوا على الملاعب ديال كره القدم واحد 30 سنه او 40 سنه بحكم الظرف الوجيز ديال الاسره ديالو. الحمد لله اليوم جمعيه العطاريه ديال السلويه قدرت تكرم هاد الاباء وهاد الامهات وغنفرحوا ان شاء الله بواحد 100 طفل بواحد ميداليات برونزيه وميداليات ذهبيه وان شاء الله الشيء كامل كيفضل الناس اللي وراء الجمعيه ان شاء الله. السلام عليكم، سميتي عمران دحان، تنسكن بحي الرحمه في سلا وتلعب جمعية العطاء الرياضية السلوية بسالة بحير الرحمة. كانت الأجواء اليوم ممتعة في هذه الاحتفالية الرائعة مع لي كوتش ديالنا اللي حرصوا على التدارب ديالنا وشرفوا على اللياقة البدنية ديالنا وتنشكرهم بزاف. خصنا 120 درهم في العام تتكون فيها لبسة وشورت وليباش واما داكشي ديال الخيرات بالنسبه للخيرات الخيرات بالمجان وهذيك البدله راه داخله في هذيك 120 درهم وبالنسبه للصوره غنسد داكشي راه داخل في 120 درهم. المهم تقياد فابور من الدراري اللي عندهم الهوايه ديال الكره يسجلوا في هذا النادي راه تقياد فابور 120 درهم والكوتشات اللي كيترينيو بينا غيشرفوا على التلويه ديالهم من الاول. السلام عليكم. واحد الكلمه قصيره مختصره، تحيه كبيره لاطر الجمعيه والسيد الرئيس دوان اللي الحمد لله في ظرف وقت قصير حققوا نجاح كبير وجمعوا تبارك الله اكثر من 500 طفل وطفله ونتمنى لهم التقدم والاستمراريه. السلام عليكم، الاسم الكامل ملك عثماني من مدينه تيفلت من مدرسه جمعيه الاهلي تيفلت. اليوم قدموا لنا مدرسة العطاء هذه المباراة الودية أي الحبية وكنشكروهم
لهاد المبادره اللي داروا معنا. زوينه الصراحه عجبتني يعني بدل الماتشات والدراري هكا تيلعبوا. المهم زوينه ومرحبا بالحضور الكريم. وصراحه حنا فرحانين بهاد المبادره هذه اللي دار الرئيس الجمعيه الا وهي رضوان انجروم. كنشكروا صراحه جزيل الشكر اللي فرحينا الوليدات. وحنا كنا من عشاق كره القدم بالنسبه للكبار ولا الصغار. شي ما بلغتني يعني واحد 120 درهم يعني بالنسبه للبدله صراحه يعني راه بالنسبه لي يعني كاينين واحد الاباء والامهات كاينين يعني كاينين اللي ما في استطاعش ديالو انه يقيدوا في جمعيه اخرى، ولكن هو دار هذه المبادره زوينه وكنشكروا عليه بزاف صراحه مره اخرى. يعني ماشي شي مبلغ، ولكن راه بالنسبه لنا حنا شي حاجه كبيره انه فرح الوليدات ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السمكاني مصطفى مدير تقني لجمعيه العطاء الرياضيه السلويه اللي الحمد لله بدات في واحد ظرف قصير وحاولت تمكن من بعد الحوايج اللي ما دازوش سابقا في عده جمعيات من قبل، اللي هي في ظرف شهر ونص جاو واحد العدد كثير ما يتحصاش. يعني تفاجئنا حتى حنا وعرفنا كاين خصاص، يعني نسبه كاين بعض العائلات ما يقدروش ينخرطوا بعض الجمعيات اللي تيديروا واحد الثمن اللي هو طالع بزاف والله يحسن العوان. كاين الاب ما يقدرش يعطي واحد الانخراط مثلا ديال واحد 16 فريه في العام ولا 20 فريه في العام ولا حتى 12 فريه ما يقدرش يعطيها. حنا هاد الفئه كامله كانت ضايعه في سيكتور او بحير الرحمه، كانت تلعب في الزناقي يعني عشوائيا. والحمد لله ملي درنا حنا هاد الجمعيه ديال العطاء الرياضيه السلويه طلقنا الاعلان ديالنا بالمجان. البيد الرياضيه ديالهم هي اللي خلصوا تدير 2400، يعني هذه سابقه ان شاء الله غتحسب الجمعيه العطاء الرياضيه السلويه. والحمد لله جانا عدد كثير ديال الناس العائلات اللي ما قادرينش يخلصوا على ولادهم واحد الثمن اللي هو كما تتعرفوا كثير، والحمد لله جاوا وانخرطوا بهذا الثمن بالمجان وفرحانين الوليدات. وحنا الحمد لله الاخوان ديالنا ديال المكتب اعطينا هذا التحدي كنا للمؤطرين بالمجان. حنا براسني انا كمدير تقني بالتجربه ديالي المتواضعه في كره القدم النسويه هبطت باش نخدم في هذه الجمعيه العطاء الرياضيه السلويه بالمجان ونكونوا بنيتات وليدات في المستقبل حتى هما يقولوا الكلمه ديالهم. كمدير تقني كنشرف على الكره القدم النسويه ان شاء الله اللي غتشارك في العصبه الغرب الجهويه ديال حكيم دومو اللي غادي نشاركوا ان شاء الله باول موسم جمعيه العطاء الرياضيه السلويه اللي غتشارك في هذا الموسم بالفئات ديالها جميع الفئات السنيور والايديسات والايكانز وحتى الذكور ديال المينيم والكادي والجونيور ان شاء الله اللي غنشاركوا في هذا الموسم وغيقولوا الكلمه ديالهم. والحمد لله العطاء ديالي مثلا نقول في البطوله الوطنيه لا في البريمير ديفيزيون لا دوزيام ديفيزيون لا حتى في العصاب، وانا كان الحمد لله كنمثل مدينه طنجه سدوديانطيس في كمدرب وكمدير تقني في جمعيه العطاء الرياضيه السلويه. وكنشكر الاطور اللي متطوعين في جمعيه العطاء والرئيس حتى هو السي رضوان اللي عمل واحد المجهود كبير باش يخدم لاجل هاد الوليدات وتعطي المال الخاص ديالو باش بالماتريال بالمسائل اللي هي الحمد لله بسيطه ولكن في عينين هاد الاطفال تجربه كبيره. وحنا كنتمنوا نلقاو غادي في هذه المبادره هذه. لحد الان ما عندنا حتى شي دعم من شي واحد جا عندنا ولا عطانا شي دعم الا من بعض الاخوان ديالنا حنايا اللي عندهم غيورين على 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 السيكتور او طوعوا معنا لاجل باش ننضوا بهاد الوليدات. وحنا ما تنطلبوا من هاد الوليدات حتى شي حاجه، بغيناهم عي الانضباط والاخلاق العاليه. وحنا شفنا الفرحه في والديهم ملي كيجيو معهم والديهم في التريبيل وكيشوفوا ديك الفرحه في وليداتهم، هذاك هو الفضل اللي عندنا حنايا. وحتى حنا كنمشيو واخا التعب تيكون عندنا قاصح، ولكن ملي كنساليو كنحسوا درنا واحد الاجر كبير اللي كيتحسب علينا عند الله ان شاء الله. وكنشكروا الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو اللي هو قايم بالدور ديالو كرياضي الاول في المغرب بالنهوض كرة القدم في المغرب. والحمد لله بلادنا غادة في التطور في جميع الفئات من المنتخب الوطني حتى الفريق النسوي كله غادي الحمد لله ان شاء الله في العطاء. وكنتمنوا المغرب ان شاء الله يكون في العالم يفرض الوجود ديالو كما فرض الوجود ديالو في المونديال، وان شاء الله غادي نكونوا من الابطال ديال يضربوا لنا الف حساب في جميع البلدان ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.